الجميع معكم بلال من قناة كلاسيو، واليوم رح نبدأ بداية جديدة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم وكلكم يعني تستمتعوا بالفيديو. رح نجي هجومات على العالم، هاي الاستراتيجية إذا يعني بتحبوا تلفوها، يعني ماينر إلكتروزر مقبرة زاب عصابة الغول مينيون انهورد جيشات العاصمين وتجميد. هلا مطلوب هجومات عالمية. لعبنا المقبرة بداية، بس بدنا نعرف ايش وجوشه حتى نعرف نبدا. تجميد طلع صعب، ما كنت متوقع ابدا. هلا المقبرة هاي رح تعذبنا. بعتقد استراتيجية الباولر والمقبرة يمكن، ماني متأكد. لافا والله بلانا بتزرع. خسرنا، ان شاء الله نعوض. نشوف شو بدي يلعبنا. نجمع اكسير، رح نهجم من الجهة الثانية والباط. يلا هاي تجميد. خدنا البرش، خدنا هلا انا تقريبا متقدم عليه. والله إذا حطنا لافا مشكلة. إيه بتروسر يساعدنا نتخلص من الكلاسون. لا 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 نخلي نحط زر هاي. تجميد تجميد تجميد. يلا بس البالون نروح، بس البالون. لا 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 خسرنا. رح نضرب بس ما نكسر. نشوف بركي بنمسحه. يلا يلا رح اقطع هاي الهجمة بالمونتاج، يعني ما كويس. خسرنا. النت أول هجمة كانت فاشلة، مو كانت فاشلة، أنا كنت فاشل. يلا منروح تاني هجمة. ليفل 10 جود لك جود لك. نبدأ من مايا المقبرة. خدنا دمج منيح من البرج، 710 تقريبا. لا 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 ما
مير. يلا أخذنا الدرس. حط مقدرة. تسويق. يلا تسويق. كم ينقطع عنده النت؟ نعم. تأخرنا بالتجميل. سيما معلش. طول بالك طول بالك. لا لا لا. روح على المسح على خاطر الروح. هلا إذا وصل هذا الفيديو 10 لايك. استنى 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 عم بحكي مع المتابعين. استنى استنى إذا وصل هذا الفيديو 10 لايك. أوكي إذا وصل هذا الفيديو 10 لايك بعمل بكره فيديو ثاني وعن هذا الجند الجديد راح ينزل. مش غايب من بس الخشب هون هون. ما راح خليك ما راح خليك. لا 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 بس ما تفضل. سلم لكن عم نحكي مع المتابعين. ليش ليش كمان تاني هجوم فاش شيء كمي بخاف اخسر. في شيء ناقص للاستراتيجي فضل. حطها ولا يلا حل استصالة الأمور. يلا بسم الله. كمان بدك العشاء. حلو حلو. كمان نفس كذلك الأدب. شكله رح نخسر هاي الخسارة كمان. ما في أمل. ما في. خلينا نحط المايلر وحجز المياه. جهز التجميد. هلا أخذنا الدرج. أخذنا. نعم. جهز الإلكتروزر هون. استبدل الغيلان رمح أو يعني كان يروح بزاب أو بساحر إلكتروني. يلا هلا بدي جهز بدي جهز له ماينا بالمخبرة. ما راح ده. والله شكله راح يمسحني. خلاص زاد 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 زاد
يمكن راح نخسر هذا الأجر كمان. شو الله تفضل. يلا يلا جاي شايف العصفور ويبدي يمسحني. دوار المسح ولا برا؟ لا متورى مني. تجميد تجميد تجميد. يلا يلا اكسير. يلا 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 مسحني. هذا بدنا ندافع بس خلينا على الحالتين. إذا ما بدنا نربح ما نخسر كمان. يلا مسحنا. طبعا يا شباب خسرنا كل الهجومات. إذا وصل هذا الفيديو 10 لايكات بكرة بنزل فيديو ثاني. الجندل رح ينزل جديد إن شاء الله. نفتح نصيب 12 فوز إذا ما وصلنا كمان. يعني هاي حالة الخسارة هاي لأنه ماني متعود أصور ولا. بكرة إن شاء الله يكون أحسن. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. كان معكم بلال من قناتي.